امتى نقدر نشوف نوع الجنين بالسونار؟ للأمانة نبتدي نقدر نشوفه من الشهر الرابع اللي احنا فيه دلوقتي زي ما احنا شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة مهمة جدا هنبدأها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. هنتكلم في الحلقة دي عن الجزء الأول من الشهر الرابع، هنتكلم فيه عن مقاسات الجنين، وزن الجنين، وهنتكلم فيه عن تحديد نوع الجنين عبر السونار، وهنشوف ده بالفيديو في هذه الحلقة المهمة إن شاء الله. طيب، بداية كده أسابيع الحمل في الشهر الرابع، بصوا هو أسابيع الحمل ممكن الاختلاف عليها، ولكن الشائع إنها بتبدأ من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 17، ولكن ممكن في بعض الآراء بتقول إن هو بيبدأ من الأسبوع 13 وينتهي للأسبوع بنهاية الأسبوع 16، فبغض النظر، ولكن الشائع هو طبعا بداية الأسبوع 14 بنكون دخلنا في الشهر الرابع، لأن الحمل بالأسابيع مختلف نسبيا حاجة بسيطة عن الحمل بالشهور. الحمل بالشهور تقريبي، إنما الحمل بالأسابيع هو الأدق في عملية الحساب. فأما بنقول مثلا من الـ 14 للـ 17 هو الشائع إن هو يكون ده الشهر الرابع مش الـ 13 للـ 16، ولكن برضو هناك أقوال إنه من الـ 13 للـ 16. طيب، لو حبينا نقول وزن الجنين، مقاسات الجنين، وإيه العوامل اللي بتؤثر على وزن الجنين. طبعا وزن الجنين في بداية الأسبوع 14 بيكون وزنه حاجة 40 جرام، يعني ممكن نقول زي وزن ليمونة صغيرة. طوله يكون 9 سنتي، حاجة بسيطة جدا. في الأسبوع اللي بعد منه هو الأسبوع 15 بيكون وزنه حوالي 75 جرام، تطور ما شاء الله سريع من حاجة 40 جرام ل 75 جرام، يعني تقريبا احنا بنتكلم عن قرابة الضعف، يعني بيتضاعف، وده هيخليني اقول لك على حاجة مهمة في هذه النقطة. والطول بتاعه بيبقى 10 سنتي. بالنسبة للأسبوع اللي بعده الأسبوع 16 بيكون برضو ما شاء الله بدأ يتطور أكتر، يوصل لحد 110 جرام والطول بتاعه حوالي 12 سنتي. ونخلي بالنا ان احنا كل ده بنتكلم عن متوسطات، عشان اللي بتروح تعمل سونار وهي في الشهر الرابع الدكتور بيقول لها انت في الاسبوع مثلا 15 وزن الجنين 70 جرام، ايه ده انا سمعت ان هو 75. لا، دي اوزان يعني متوسطات، لكن ما نروحش مثلا بعد الشهر ان احنا نلاقي ان في الاسبوع 15 وزن الجنين 30 جرام. لا، هنا في فرق كبير، ولكن لما بنقول حوالين الأرقام دي مفيش مشكلة. في الأسبوع 17 بيكون وصل وزنه حوالي من 120 جرام ل 150 جرام، يعني بنتكلم فيه 8 كيلو، ويكون طوله 13-14 سنتي، وفي بعض الأحيان ممكن نلاقي طوله 18 سنتي، وده بتختلف طبعا وفقا لعوامل وراثية وأخرى. الحاجات اللي بتؤثر في وزن الجنين هو موضوع تدفق الدم. فأي واحدة عندها مشكلة في تدفق الدم للجنين لازم تعالجها، وهذا الأمر بيتضح مع الطبيب الخاص بحضرتك. ممكن يكون عندك مشكلة في توصيل الدم للجنين، ممكن يكون عندك مشكلة في فقر الدم، فمهم جدا إن احنا نهتم بعلاج فقر الدم والأنيميا وعلاج مشكلة وصول الدم للجنين، لأن دي اللي بتفرق في نمو الجنين في الفترة دي بشكل كبير جدا. والاهتمام بالتغذية أمر مهم جدا في موضوع وزن الجنين. خلي بالنا احنا زي ما احنا شايفين كده ان الوزن بيتضاعف من أسبوع لأسبوع، فدي فترة مهم جدا ان احنا ناكل أكل صحي مفيد وليس أكل بشكل مفرط. انت مش بتاكلي لنفرين، لكن انت بتاكلي لحضرتك، وزيادة على هذا الطعام حوالي من 200 ل 300 سعر حراري، ولكن الفكرة هي في جودة الطعام مش في كم الطعام، ودي نقطة مهمة جدا. تعالوا بقى نشوف ازاي بيتم تحديد نوع الجنين في هذا الشهر من الحمل. يلا بينا.
أول سؤال بيجي في بالنا، إمتى نقدر نشوف نوع الجنين بالسونار؟ للأمانة نبتدي نقدر نشوفه من الشهر الرابع اللي هو احنا فيه دلوقتي، زي ما احنا شايفين دي جمجمة هذا الجنين، ادي راسه اهي وعينيه لو واخدين بالكم منها. ولكن انا رأيي الشخصي هو الانتظار للشهر الخامس، ده افضل وقت ممكن تتأكد تماما من نوع الجنين. ولكن من ناحية الامكانية في الشهر الرابع ممكن، وهنشوف دلوقتي ازاي هيتضح نوع هذا الجنين اللي قدامنا، اللي بالظبط هو في الاسبوع 17 وثلاث ايام، وادي قلبه بينبض اهو. ودلوقتي هنشوف ما بين الرجلين ما بين الفخذين، وادي هناك البروز اللي هو بتاع القضيب بتاع. طيب كمان مرة تعالوا نحاول نغلس على الامور ده، ادي راسه اهي، ادي عينيه الاتنين، ادي بقه بنشاور عليه بالقلم اهو. و احب بس أأكد ان الجنين لو كان ولد لازم يظهر العضو الذكري وكيس الصفن بتاعه او الخسيتين. الانثى عشان تظهر انثى فلازم يظهر التلات خطوط البيضاء او علامة يساوي. ادي بنشاور بالقلم اهو، هنا ادي القلب اللي بينبض لو مش واضح، وادي ما بين الفخذين يا خلاص يا حبيبي خلاص هنشيل القلم خالص، وهذا هو ايه ولد اهو خلاص. لو حبينا ننتقل الى فكرة البنوتة بقى في الشهر الرابع، في بعض الاطباء زي ما انتم شايفين كده لو ما شافش اي بروز ما بين الفخذين ما فيش اي حاجة طالعة، فبيقول للحالة او للحامل ان دي بنوتة. طبعا الكلام ده غير دقيق وما تقدريش تاخدي بيه انها نتيجة مسلمة 100%، لازم تتشاف الاعضاء التناسلية الانثوية زي ما هنشوف دلوقتي. او ركزوا كده ما بين الفخذين على هذه الاشارة، طبعا في خط ابيض صغير بعدين خط اسود وبعدين خط ابيض، دي كده ممكن تكون علامة يساوي، او التلات خطوط البيضاء اللي هو الخط الابيض الاول وبعدين الفراغ الاسود اللي بعديه وبعدين الخط الابيض وفي ورا كده خط ابيض. ادي كده انا وضحت لكم اهي، حطيت لكم مارك على التلات خطوط او فكرة اليساوي اللي هي واضحة قدامكم، دي بتبقى كده علامة الانثى.